حدث اليوم وفاة العازف المعروف أمين لاكلوم رفقة المغني محمد بوسماحة مصرعهما في حادث مرور ببلجيكا. وأعلنت اليوم الاثنين شركة الإنتاج الموسيقى IVM نبأ وفاة العازف أمين لاكلوم والمغني محمد بوسماحة حادث اصطدام سيارتهما بشاحنة بالقرب من المخرج 3 لمطار بروكسل. وقع الحادث على الساعة 4:15 صباحا حسب مركز المرور البلجيكي. وحسبما أفاد مركز المرور البلجيكي فقد حاول سائق السيارة الرجوع إلى الخلف والدخول في الخط الثاني للطريق، إلا أن سائق الشاحنة عجز عن تجنبه. قالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، قال سائق الشاحنة أن سائق السيارة اتخذ المخرج باتجاه المطار. سائق سيارة الركاب أراد الانعطاف يمينا ولم يعد بإمكاني تجنبه. أعطى سائق الشاحنة نتيجة سلبية لاختبار الكحول، وتقول الشرطة أن أقوالها تتفق مع سائق الشاحنة. لهذا السبب لم تعين النيابة العامة خبيرا مرورية. وكان هناك 3 رجال في سيارة الركاب، الراكب الخلفي رجل يبلغ من العمر 39 عام ليس له عنوان ثابت في بلجيكا، لم يكن يرتدي حزام الأمان وخرج من السيارة أثناء الحادث. السائق والراكب الثاني تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة، إلا أن أحدهما توفى. نسألكم في التعليقات الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.